السيد عبد الرحيم أباديدي، كنسكن حي القصور، عندي المحل دويرية في طريق القصور، مجاور مع واحد القاورية. السيدة جرأت بزاف، طلعت للسطح، دارت العشوائي، خدات لي طرف من السطح، دابا نصوب ليك دابا نصوب ليك، غطات بالباش كتكب عليا الماء، انا الماء غرقني في هاد الدويرية هادي. كتجهد الموسيقى 24 ساعة على 24 ساعة. هضرنا معاها قالت كان عندي الرخصة كنبيع الشراب، عندي الرخصة باش نطلق الموسيقى 24 ساعة على 24 ساعة. هادشي ضرنا حنا، مي هضرت معاها انا وغوت عليها شويه باش تنقص علينا الموسيقى وباش تصاوب داكشي اللي دارت ليا انا فوق السطح. قالت لي سير ما عجبك مراكش، سير الرباط ما عجبكش الرباط سير اللهي، انا عندي الناس ديالي اللي كيحميوني. حنا التجأنا للسلطه وكنتمنى من الله عز وجل هادشي ديالي انا يوصل للمسؤولين وياخذوا بعين الاعتبار لهاد الشكايه ديالي. والله ينصر سيدنا، حنا عندنا يالله الوطن الملك. هاد السيده راه جبرات علينا وبزاف، ما كتخلينا نصليو في خاطرنا، ما كتخلينا نجلسو في خاطرنا، ما كتخلينا نبيعو ونشريو في خاطرنا، راه كتجرأ حتى الناس تهزلهم الكليان بيبان المحلات عندهم. حنا راه سبحان الله العظيم، حنا راه ما بقيناش حنا مغاربه فهاد مراكش هذا، او لا النصارى هما ولاد البلاد. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. السلام ورحمة الله سيدي، معكم محمد رشيد، جيرون ديال الرياض هنا في درب فقيه السبعي باب قصور. شكرا على الالتفاته. بعدا كنبغي نصرح بش اللي حوايج كونسيغنو واحد السيده هنا عندنا في الكارتيي، ان عندها ريستورو و ميم طون لا موزيك دي جي او فون بالليل، الناس ما كتنعش حتى المينوي حتى تفوت مينوي. وعندي انا واحد الشكايه كوم كو انه شي واحد حشاك شي واحد خواز الزبل في الراس ديال الدرب، وجات خواتو ليا انا هنا في قدام المحل. وهاد السيده راه خاص يتاخذ من يتاخذوا الاجراءات مع هاد السيده هادي، راه تغات وشلا كنسمعوا شلا هضرات تقول لك بلي راه عندها واقيلا ديغولاسيون، عندها ديكال في الرباط، عندها ديكال جو سي با. الا كان ديكال في الرباط راه عاش الملك، وكنتمنوا منكم تاخذوا سميتو بالعبره ديال الناس، راه كلشي مكرفسه هنا، راه كلشي كتشكر ماشي حنا. والسلام عليكم ورحمه الله وشكرا.